سيادة اللواء، خليني أرجع لنقطة حضرتك ذكرتها، وهي فكرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بالفعل قتل 3 رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ. أول سؤال يا فندم، لماذا أعلن أو لماذا أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي؟ عادة هم لا يعلنوا أصلا عن قتلهم أو عن ضحاياهم بشكل، إن كان شكل آني أو شكل في وقتها، أو حتى لا يعلنوا عن الأرقام الحقيقية. ده أول سؤال لحضرتك. تاني سؤال، البعض يتساءل برضو، يعني قتل 3 رهائن ده إزاي حصل؟ هل بالفعل يعلموا أماكن هؤلاء الرهائن؟ ده إزاي حصل؟ وعلى جانب آخر، بالفعل كمان تم إصابة قائد لواء جولاني، وهي تعتبر كالكوماندز الأمريكي أو القوات الخاصة، بعد إصابة أصلا القائد الأصلي أو القائد الأساسي. تمام. يعني شوف حضرتك، على فكرة الأول أجاوب على السؤال الأولاني اللي هو بتاع إعلانهم عن الرهائن القتلى. هم الثلاثة اللي اتقتلوا، في واحد منهم أهله رفضوا أنه هو يتقال اسمه واستأذنوهم من البداية. إسرائيل، المشكلة الكبرى اللي جسمة على صدر الحكومة الإسرائيلية هي الرهائن والأسرى. ربما الأسرى عندهم قانون اسمه قانون هانيبال، ده بيتيح للجيش الإسرائيلي أنه يقتل الأسرى بتوعه هو اللي في إيد أي مقاومة أخرى، عشان ما يسببوش ضغط عليه. المشكلة في الرهائن، وبالتالي أعداد الرهائن الموجودين أهاليهم على طول بيطالبوهم بيهم. فين ولادنا؟ طب بأي تمن لازم ترجعهم لنا؟ مش لازم بالقتال، شوفوا المقاومة عايز إيه واديها لها على طول. فهو لما بيعلن قتل 2 أو 3 النهاردة، ده بيقلل أو بيشيل عن صدره الكابوس من بتاع أهالي هؤلاء الرهائن اللي كلهم بيطالبوه. فهو إيه بقى بعد ما كان العدد 140 أو 150، لأ ده بقى ونقصه 3 وهكذا. فبالتالي ما يقدرش ان هو يأخر، طالما قتلوا لازم يعلن على طول في وقتها، وإلا بعد كده هيطالبوه بالناس دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الجسامين دي لازم اولا اتفحصت تماما وتأكدوا ان هم اسرائيليين، لازم تسلموا لذويهم. فما يقدرش يقول ان احنا ما مش احنا اللي قتلناهم. ليه؟ لان ايضا التشريع بيبان ان دول قتلوا بنيران اسرائيليه مش نيران مقاومه. فكل الكلام ده لانه هيظهر هو بيتخلص منه وبيعلنه، ما يقدرش يخفيه لانه هيظهر وهيبقى فضيحتهم اكتر، مش وسائل الاعلام فقط ولكن من الجمهور ومن اللي هم المواطنين الاسرائيليين. عشان كده بيعلن وبيعلن بالاسماء، لان هذا ما لا يستطيع ان يخفيه، واخفائه بالنسبه لهم هيبقى مشكله اكبر. طيب نكمل السؤال الثاني بتاع جمانة، هل اصبحت قوات الاحتلال على علم باماكن المحتجزين والأسرة؟ لا لا لا، ما هم المقاومه يعني لديها من الذكاء ما يحرمهم من هذا، من هذه المعلومة. ازاي؟ ان الرهائن مش كلهم في مكان واحد ابدا، ومش كلهم في الانفاق، ده في منهم اللي فوق الارض، وفي منهم اللي في مباني موجودة. يعني لو رجعنا نقول لمن سلموا من الرهائن الاوليين خالص، ولما كانوا بيحكوا انهم كانوا بيقعدوا وبيشمسوا، يعني ما كانوش في انفاق، وكانوا قاعدين في بيوت يعني فيها نوع من الرفاهيه، وكان بيتقدم لهم الاكل، وفي اطباء بيكشفوا عليهم وبيتعالجوا. فالمقاومه يستحيل تحط كل البيض في سله واحده، دول موزعينهم وموزعينهم بطريقه ما، بحيث ان حتى يبقى نوع من الضغط على متخذ القرار الاسرائيلي ان قد هو يقتلهم بنيران هو اذا ضرب هذه الاماكن. فبالتالي عمليه التوزيع صعب جدا ان الاسرائيليين، يعني ده بيؤكد ان هم ده بيؤكد يا فندم ان هم ما خدوش اي معلومه من قبل المحتجزين اللي تم اطلاق سراحهم من المقاومه، ما قدروش يوصلوا لمعلومه هم موجودين فيه. ده حقيقي، وده اللي المقاومه بتعمل حسابها تماما لما بتتعامل مع الاسرى او مع الرهائن، ان هم ما يقدروش يخرجوا بمعلومه
تفيد الجانب الإسرائيلي. يعني هم الفلسطينيين على درجة من الذكاء ومن الخبرة من الجانب الإسرائيلي إنه هو ما يستفدش نهائي من أي معلومة من هذا الرهين أو الأسير اللي بيتم استعادته، بل بالعكس ممكن يستخدموه في تضليل من يستجوبهم يعني بس أو تسريب معلومات معينة لهؤلاء الأسرى أو الرهائن تضلل من يقوم باستجوابهم.